الحمد لله، الحمد لله الهادي لمن استهداه، الكافي لمن تولاه، أحمده حمدا نبتغي به وجهه ورضاه، والصلاة والسلام على التمان الأكملان على خير المرسلين الذي اجتباه ربه واصطفاه صلاة وسلاما تزكو بها النفوس وتطيب بها الحياة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه واستنى بسنته واتبع هداه. أما بعد، هاجر زوج خليل الرحمن أتى بها إبراهيم عليه السلام، ومعها رضيعها إسماعيل عليه السلام، فأتى إلى قفر موحشة، مسبغة مهلكة، بواد غير ذي زرع ولا ماء ولا ضرع، فوضعهما ثم قفل راجعا وهي تلحقه وتناديه: يا إبراهيم لمن تدعنا؟ يا إبراهيم لمن تدعنا؟ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي السحيق لا رفيق ولا أنيس؟ وهو جعل لا يلتفت إليها، حتى إذا قالت: الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها ثم قال: نعم. فقالت تلك المرأة المؤمنة بالله، قالت: إذن لا يضيعنا الله. قلوب عرفت ربها فآمنت وأحسنت به ظنها فآنست، فتبدد خوفها وتلاشى حزنها. صنع الله، انظر ماذا صنع الله: أخرج الماء من تحت الأقدام، وبنى عندهم البيت الحرام، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فبات الخوف أمنا والحزن أنسى. صنع الله، ومن أحسن من الله صنعا. هكذا هو أيها الأحبة، حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله سبحانه وبحمده يعد ملجأ عظيما ومأوى جليلا تطيب بها النفوس وتنشرح بها الصدور، فهو عيش السعداء ونقاء الأصفياء وصفاء الأزكياء. ما سلكه عبد إلا نجاه الله، ولا اتخذه سبيلا إلا هداه الله سبحانه وبحمده. ولو ضاقت الحيل وتقطعت السبل، فحسن الظن بالله عز وجل خير ملجأ وأحسن ملجأ. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي عبدي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. حسن الظن أيها الأحبة معدود من خير النعم وأجل المنن، ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله غيره، والذي لا إله غيره، ما أعطيه عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله، والذي لا إله غيره، ما أحسن عبد ظنه بالله إلا أعطاه الله ظنه، لأن خير بين يديه. فهذا زكريا عليه السلام قد بلغ في العمر عتية، وزوجه قد كانت عاقرة، وقد اجتمعت فيه أسباب الموانع، وبات الإنجاب في حقه من المستحيلات القواطع، فهل أيس وهل قنط وهل أعرض؟ بل التجأ لله عز وجل وسأل الله وافتقر بين يدي الله عز وجل: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. انظر لهذا الافتقار والانكسار بين يدي الله عز وجل، ثم ماذا قال؟ رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما أحسن ظن بالله عز وجل، ولو بلغ ما بلغ، ولو كان هذا الأمر مستحيلا، فإن العبد إذا التجأ الله عز وجل فإن الله سبحانه بحمده خير معطي، لا يعجز شيء سبحانه بحمده. فهب لي من لدنك وليا. فماذا صنع الله؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أصبح المستحيل ممكنا ومتناولا لأن الله قد قدره. فما أحسن ظن بالله عز وجل. لذلك رعاكم الله، يحسن ظن العبد بربه حتى يعطيه مناه. فهذا خليل الرحمن يجمع له قومه
الحطب حتى أظلمه أظلموا له نارا عظيمة قد اشتد سناها وعظم لضاها فقذفوه فيها وهو ما بين السماء والأرض. أتاه جبريل عليه السلام فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فأبى خليل الرحمن أن يسأل غير الله ولا يطلب إلا الله ولا يفتقر إلا إلى الله. قال أما منك فلا وأما من الله فنعم. انظر لهذا الالتجاء وطلب الله عز وجل وحسن ظن بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا صنع الله؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما أعظم الله إذا أحسن عبد ظنه بربه يسر له أمره وشرح صدره وأعانه. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه فحياته ملأة بحسن ظن بالله عز وجل. ونقف مع موقف واحد موقف الهجرة إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه واصفا حاله وقد تقفل القوم العداء أثره حتى وقفوا على فوهة الباب الغار فيصف أبو بكر رضي الله تعالى عنه حاله كما في البخاري والله يا رسول الله لك أن تتخيل هذا الأمر عدو يقتفي أثرك حتى بت بين يديه والله يا رسول الله لو أن أحدهم أطلق رأسه لأبصرنا أي أن القوم كانوا واقفون على رؤوسهم. فماذا قال الذي عاش لله وبالله مع الله؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما الله أكبر. إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. رأيتم كيف حسن الظن بالله عز وجل يطمئن القلوب وتنشرح الصدور ولا تفزع ولا تهلع ولا تخاف إلا من الله سبحانه بحمده. هذا هو حسن الظن أيها الأحبة الذي يجعل العبد ميسر أمره محقق مبتغاه. لذلك رعاكم الله أحسن ظن بربكم واعلموا يرعاكم الله أن حسن الظن لا يكون مع الإفراط والإهمال وإنما يكون مع الجد والعمل والالتجاء لله عز وجل. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن العبد إذا أحسن ظنه بربه وأحسن التجاؤه إليه وصادق في توكله عليه ماذا صنع الله؟ لم يخيبه الله. فإن الله لا يخيب أمل آمل ولا عمل عامل. فالله سبحانه كريم عظيم نسأل الله عز وجل فضله وكرمه أن يرزقنا حسن الظن به ونوفق لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.